حتى الآن 5 دكاترة، عشرات الروشتات، عشرات الأدوية، وما فيش فايدة. لن يشفي ابنتك يا سيدي إلا زوج لطيف يحبها وتحبه. كنت الأكل رأسي، ألاحظ أن أنفك أطول من اللازم. 50؟ نعم، أنفي كما هو من 20 سنة. أقصد أنك تتدخلين في أشياء كثيرة خارج عن اختصاصك. أنت حر، سترى في النهاية أني على حق. كنت خراسي، واذهبي لترعي ما إذا كان لوكاس قد حضر. سيدي سيدي سيدي، تمسح عليه. سيدي ها أنا ذا قد حضرت يا سيدي. سيدي سيدي سيدي، ها أنا ذا قد حضرنا يا سيدي. تأخرتما كثيرا، كنا نبتغي البلد طولا وعرضا وعرضا وطولا بحثا عن الطبيب المظلوم. فعلا كنا نقطع البلد طولا وعرضا وعرضا وطولا، صرفنا الكثير وشرفك يا سيدي. من عارفك وعارف فواتيرك، المهم هل عثرتم علي؟ اخيرا يا سيدي حقق الله رجاءك واستجاب دعاءك. جئنا لك بطبيب الاطباء وقمة العلم ونابغة العصر ومعجزة الجيل، ولكن ارجو من سيدي أن يتسامح معه قليلا. طبعا إنه غريب الأطوار بعض الشيء، أحيانا ينسى نفسه ويظهر بمظهر رجل آخر. أيوه دمه خفيف المظلوم مثلا. إلا إنه بالحقيقة عالم علامة. نعم عالم جدا، إنه يقول كلاما لا نفهمه، ولكن المهم أنه صنع العجائب. شكله كلامه لا يهم، المهم أن يكون قادراً على شفاء ابنتي. لا يا سيدي، تأكد من هذا. لا يا سيدي، إن شاء الله. يموت شوقاً إلى رؤيته. أين هو؟ حالاً سأحضره حالاً. هيا. لمؤاخذة يا سيد جيروم. نعم أنا مصممة إن الآنسة لوسي بنتك في حاجة إلى دواء جديد لا يوجد إلا عند العريس. جاكلين اسكت أنت خالص يا لوكاس. الزواج يا سيدي، الزواج هو الدكتور الذي يشفي العذارى. وهل الذي في مثل حالتها يفكر في الزواج؟ سبحان الله، لقد عرضت عليها الزوج المناسب الذي اخترته بمعرفتي من بين مئات الأزواج المناسبين، فتمردت واعترضت وخالفت إرادتي. سامحني يا سيدي، أنا أتحدث عن فالير، لعن الذي تفضلت واخترته لك. شكلين اسكت خالص يا لوكاس، وسامحني مرة ثانية إذا أكدت لك أن فالير على استعداد للزواج بها رغم أنها فقدت النطق. ماذا؟ طبعا إذا حضرتك وافقت. أنا نسيت أن فالير هذا لا هنا ولا هناك. شكلين ما تسكت مادام ما عندكش شخصية. إنه لا يستطيع أن يعول نفسه، فكيف يواجه مصاريف الزواج وأعباء تكوين أسرة؟ وهل نسيت يا سيدي أنه الوارث الوحيد لعمه الغني؟ والله ما أنا لا أشتري سمكا في ماء، وعصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، وهذه الثروة المزعومة لا تهمني في شيء، أنا أتحرك على أرض الواقع، فلا تقول أم ولا عم. سيدي عرب الغني أيامه معدودة. موت يا حمار. ليس للموت آذان طويلة يستمع بها إلى توسلات الورثة. سيدي. نعم جرت العادة. جاكلين بقى أرجوك يا لوكاس ولا كلمة. سيدي جرت العادة أن يسأل الآباء ما سيملك العريس. صح، بدلا من السؤال الطبيعي والواجب، هل العريس يحب ابنتي وهل ابنتي تحب العريس أم لا؟ غلط. هل تذكر العم بطرس؟ أمان جوز بنته سيمونيت. سيمونيت من جان بول البريد الجدة الذي كل مؤهلاته فدانين وثلاث قراريط. ويا حسرة على سيمونيت. أصبحت صفرة زي الليمونة. سيمونيت ليمونة. دبلة زي الوردة المقطوفة. سيمونيت مقطوفة. سيمونيت مين؟ بنت العم بطرس. بطرس مين؟ أبو سيمونيت. أنا لو عندي بنت فلن أتردد في تزويجها بمن تحب، وهو أفضل عندي من الذي يملك مال قارون.
صدقيني اتهام. فعلا صدقت يا سيدي، وانت ايضا اهبا لانك تزوجت هذه الخبيثة. فعلا صدقت يا سيدي، وانا ايضا اهبل. فعلا صدقت يا سيدي، علشان بنت شغال كنت الاثنين عندي. انت قلت ايه من شويه؟ سامحني يا سيدي، الحكايه اني عايزه اخد وادي مع حضرتك يمكن نوصل لحل. خدي وادي مع روحك. ايه ده؟ شخصيته رجعت. ولا تزعجي السيد جيرونت المحترم. المحترم؟ هل من انت حتى تاخدي وتدي معاه في الكلام؟ سيدنا اعقل العقلاء واحكم الحكماء. جدع يا لوكس، جدع، وهو حر فيما يفعل. شد يا لوكس شد. ثم لوسي. ايوه لوسي. ايوه انت ولا بنتك؟ لوسي عندي عليا من اي انسان. جاكلين احترمي نفسك. انا محترمه غصب عنك. اقفلي بقك ووفري نصايحك وخليكي في حالك. وما شانك انت؟ كنت اكلم السيد. ما شاني؟ اه ما شانك. ما شاني؟ ما شانك. ما شاني؟ اه اه يا 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 أسيبك هنا. سيبني يا سيدي. يا لوكس جاكلين ما تسهلش الضرب. يا سلام اخرق لها عينها على طول. ما المشكلة أمال يا لوكس؟ لا داعي للضرب. يشبع لها أن قلبها أبيض. دي عاوزة الشنح. حاضر. بقول لك إيه؟ أنا منها على عينها على طول. سيبني بقى. سيبني.